اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فجعلنا بفضل أيامه المباركة ممن يصرفون أموالهم في وجوه الخير وابتغاء مرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشح والبخل والحرص والطمع. اللهم اجعل أيدينا مبسوطة للفقراء والمساكين، وارزقنا الرحمة بالأيتام وإطعام الطعام وتفريج الكرب والهموم والأحزان، وتقبل منا عمل الخير وأثبنا عنه في الدنيا والآخرة بالجود والفضل والإحسان. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.